استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمقر المجلس المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو السيدة أودريا أوزالي. ورحبت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مستهل اللقاء بالسيدة أوزالي، مؤكدة سموها أهمية الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو من أجل تهيئة الظروف الملائمة للحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أساس احترام القيم المشتركة لتحقيق الرؤى العالمية للتنمية المستدامة في إطار عملها على تحقيق التعليم الجيد للجميع وإدارة السياسة ومعارف العلوم من أجل التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وتكريس ثقافة السلام. أكدت صاحبة السمو الملكي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف وكالات هيئة الأمم المتحدة ومن بينها منظمة اليونسكو، مشيرة سموها إلى في هذا الصدد إلى الشراكة بين المجلس الأعلى المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطلاق جائزة عالمية تحمل اسم سموها لتمكين المرأة، وذلك في إطار عمل المجلس الأعلى للمرأة لتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي. أعربت قرينة عاهل البلاد المفدى عن فخر سموها بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مختلف مجالات الثقافة وبإسهامات المرأة البحرينية الرائدة في ذلك، مشيرة سموها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى 90 لبدء أول مدرسة نظامية للبنات بالبحرين وذلك في عام 1928، مؤكدة أن ذلك أسهم في أن تكون المرأة البحرينية رائدة على مستوى المنظمة المنطقة في مختلف المجالات ومن بينها المجالات العلمية والثقافية، كما أن اكتساب المرأة البحرينية المبكر لحقوقها الثقافية والتعليمية يعد أحد أهم مقومات النهضة الوطنية. أكد سموها أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على نجاح أعمال اجتماع لجنة التراث العالمية 42 الذي يعقد في الفترة ما بين 24 من يونيو إلى 7 من يوليو في مملكة البحرين ومنتدياته المتخصصة، وذلك بعد الانتخاب الذي تم بالأكثرية من قبل الدول المشاركة في الجلسة الأخيرة للجمعية العامة اليونسكو في باريس. نوهت صاحبة السمو الملكي بجهود معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في مجال وضع البحرين على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية، وتمنت سموها لكل من السيدة أوزالي والشيخة هيا بنت راشد الخليفة رئيس لجنة التراث العالمي كل التوفيق في اجتماعات اللجنة. من جانبها قدمت السيدة المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، مبدية إعجابها بتجربة مملكة البحرين في مجالات تقدم المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان وصولها لمراكز صنع واتخاذ القرار.